أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السيد وزير الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور التجاني مصطفى محمد صالح، السيد والي ولاية نهر النيل اللواء حقوقي حاتم الوسيلة، السيد بروفيسور تاج السير الحسن محمد أحمد مدير جامعة شندي، السيد مدير جامعة عبد اللطيف الحمد، السيد مدير جامعة وادي النيل، السيد مدير جامعة دنقلة بالإنابة، السادة عمداء الطلاب، السادة المعتمدين والوزراء بولاية نهر النيل، أبنائي وبنات الطالبات، الحضور الكريم والأسر الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله انطلقت دورة الجامعات العلمية الثقافية الرياضية لهذا العام في نسختها الخامسة، تجد دعما ورعاية كريمة من السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تجد إشرافا كريما من رئاسة الجمهورية. السادة الحضور الكريم، بمقاماتكم السامية والعالية، دابت الإدارة العامة لشؤون الطلاب على تنظيم هذه الدورة في نسختها الخامسة مستعينة بلائحة تمت وضعها من قبل السادة عمداء شؤون الطلاب والسادة مشرفي الطلاب في جميع الجامعات، والتي تقسم هذه اللائحة بلادنا الحبيبة إلى 10 قطاعات، 5 قطاعات داخل ولاية الخرطوم و5 أخرى خارج ولاية الخرطوم، وهي قطاع الشمال وقطاع دارفور وقطاع كردفان والقطاع الشرقي والقطاع الأوسط. ونحن في وزارة التعليم العالي الآن نختم العمل في هذا القطاع المميز وهو القطاع الشمالي، والذي يحتوي على 6 مؤسسات تعليمية، وهي جامعة شندي رئاسة القطاع، جامعة دنقلة، وجامعة وادي النيل، وجامعة عبد اللطيف الحمد، وجامعة الشيخ عبد الله البدري، وكلية شندي التقنية. تنافس وتبارى أبناؤنا الطلاب على المنافسات العلمية والثقافية والرياضية. تنافسوا على المنافسات على المجالات العلمية في 8 مناشط، وعلى المنافسات الثقافية في 16 منشط والرياضية في 11 منشط، بلجان تحكيم من ذوي الخبرة والدراية من جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك من اللجان المهنية والمختصة في الولايات. بحمد الله نحن نختم اليوم هذا القطاع العاشر والأخير، قطاع الشمال، برعاية كريمة من السيد الوالي ومن السادة الوزراء والمعتمدين والسادة مدراء الجامعات بهذا القطاع. الحضور الكريم، لا يفوتنا في الإدارة أن نشكر السيد رئيس القطاع، رئيس جامعة شندي مدير الجامعة، والسيد أبا زر عمر عميد الطلاب وأركان سلمه الأفاضل، ونشكركم جميعا حضورا أنيقا يزين هذه القاعة ويزين هذه الاحتفالية. نشكر الأسرة الكريمة التي صاحبت أبنائها الطلاب، كما لا يفوتنا أيضا أن نشكر أبناء شندي وكل الأسر التي استضافت الطلاب والتي وقفت على المنافسات في مراحلها المختلفة في القطاع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.